بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي وأشواغي ومن أعماق أعماقي أذكركم بأن الدين في وجداننا باقي، وإن الدين لا يحتاج تدليسا ونفاغي، مساكنه بواطننا تزيننا وتبعث في نفوس الناس إشراغي. فيا عجبي على زمن يحطم في أمانينا وينسل باقة الأحزان في أرجاء وادينا. كيف أحوالكم؟ علكم طيبين، علكم زينين. نسأل الله سبحانه وتعالى أنكم تكونوا بخير. ننتظر. وعليكم السلام مروان، حبابك عشر عدي، مرحب بك إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحب بعدي والدلبادية، مرحب بمو أبو. وعليكم السلام، كيف أحوالك؟ عنك طيب، على قدر. طفي التلفزيون، ما بحتاج يطفوا، يعني عامل لك، لو عامل لك تشويش تشويش يبقى في مشكلة. ممكن الريموت بتاعه وين؟ هتخليه كويس التلفزيون. مرحب بك. وعليكم السلام عبد القادر، مرحب بعمر. يا جماعه شير عشان يعرف الغير، شير عشان نوصل صوتنا للغير. اول حاجه داير الناس تقول لي صوتك واضح، صوتك عشان الواحد يقوم واصل. حبابك، حبابك بكري، حباب بكري، حباب رماح، حبابكم عشرة، حباب نزار، حبابك، حباب اسمه عصمت. تحياتنا لك. مرحب عبد القادر، مرحب بالأماجد الميامين. رب يتقبل شهدائنا الأخيار الميامين، ربنا يتقبلهم ويقول حسن ويسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء. ربنا يعيد المفقودين وربنا يشفي الجرحى والمصابين. تحياتنا لكم، تحية خاصة يا جماعة شير عشان يعرف الغير. بتمنى الصوت، الصوت واحد قال لي الصوت، أنا ما أعرفه الصوت شنو يعني. واحد بتكتب لك الصوت بيقوم يعني بخليك كده، الصوت شنو يعني؟ صوت كويس، الصوت كعب، الصوت تعبان. مرحب مروان قال لي صوت ممتاز، نحمد الله. شير عشان يعرف الغير. كيف احوالكم؟ عليكم طيبين، عليكم زينين. غياب يومين، غايبين غياب يومين، لكن طالما او ثلاثه يوم حسي حاليا. مرحب باحمد طه، مرحب بعلي موسى، مرحب بابو بكر. واضح الحمد لله الصوت واضح. احنا كم يوم كده بس شغال على اساس انه اقوم اعالج مشكله الصوت دي، لانه نحن بقينا خارج الميديا. الليله عندنا مزاج، عندنا مزاج الواحد يعني يقوم يشتغلهم كده بمزاج، لانه فعلا الوضع محتاج انه الناس تقيف فيه. النقطه الاولى اللي انا داير اتكلم فيها نقطه مهمه جدا، اللي هو يعني نحن اختلفنا من الفتره اللي فاتت دي. نحن حسي داخلين في مراحل مختلفه من الفتره القديمه، من مرحله الثوره. الثوره دي ما ماشيه مراحل، زي القطار محطه محطه. حسي حاليا اصبحنا نحن في محطه مفصليه، ما المحطه القديمه، نحن في محطه الوعي، محطه الوضوح. يعني انت في فتره مفصليه. حسي الوضع الموجود في الساحه السياسيه ده وضع طبعا صعب جدا انك تقوم تفصله الا اذا كنت انت صاحب مقدره. فالقصه بتاعت ان الناس تكورك زي زمان وتطلع تصرخ وكده، نحن كنا بنكورك عشان نكسر الاصنام في زمن معين. حسي نحن في مرحله متقدمه، يعني نسبه الوعي بتختلف من زمان. حسي قصه الكوراك والجوطه والصراخ ما بينفع، دي مرحله بتاع التفصيل، تفصيل الوضع. يعني عديل كده تقعد تفصيل الوضع ده ماشي وين، اي حاجه ترجعها لجذورها عشان تبدا تحلحلها. يعني هم حسي حاليا بيستفيدوا بانهم هم منظمين. هم منو؟ وقت اقول هم منظمين، هم منو؟ طوال انت دي الجذور، ترجع للجذور بتاعت المشكله بتاعتك. نحن جذور مشكلتنا وين؟ ما هي في النظام بتاع الدعم السريع الغالي، اللي هم النظام البائد السابق، جذور او جذور القضيه. النظام السابق طوالي، اول ما تيجي النظام السابق، النظام السابق هو كان براوي، يعني كان عمر البشير براوي ولا ما كان براوي؟ كان معاه الجيش الحسي موجود، ده الحسي ناس برهان، ده الحسي طلع في الذكرى بتاعت ال 65 لتخريج القوات المسلحه. برهان المعتوه ده كان واحد من الناس اللي كان مع النظام البائد، وكان من الناس اللي بيساندوا النظام البائد عشان عمر البشير يقعد. يعني انت طوالي حاولوا دائما ارجع ليه، عشان الناس دائما بيضربوك بشنو؟ بيضربوك بالفروع. لو رجعت للجذور بتاعت القضيه بتفهم انت داير شنو ودار تصل لشنو. ما يعني ما زي زمان كورك يضغط البشير كده، ده كله انتهى. حسي نحن في مرحله ثانيه، مرحله الوعي،
مرحله الادراك، مرحله انك انت تعرف داير شنو، المواطن السوداني داير شنو، والجيش السوداني داير شنو، والدعم السريع داير شنو، والقوات النظاميه داير شنو، كل جهه لازم تفصلها. نحن جينا لقينا الوضع، الجيش السوداني الخرب ده ال 30 سنه بتاعت عمر البشير دي انهكته، صنعت فيه الموالاه، طلعت فيه، صنعت فيه الدهنسه، صنعت فيه القبليه، صنعت فيه العنصريه، صنعت فيه الجهويه، صنعت فيه يعني نظام اللي هي المنظومه العسكريه بتدافع عن شخص واحد، تدافع عن الرئيس، ما قاعد تدافع عن المواطن ولا كده، هي كانها هي سواها لانه بيدفع مرتباته ويفتكروا انه الرئيس لانه هو بيصدقها. فالقوات النظاميه دي كلها بتخضع للزول الدكتاتور اللي قاعد في راس الحكم. حسي حاليا يوم ذاك تابعنا الذكرى ال 65 بتاعت تخريج القوات المسلحه، طبعا فيها صوماليين وفيها يمنيين وفيها تشاديين وفيها قطريين، طبعا اتكلم فيها البرهان، وده ده الكلام اللي دايرين نبدا به. يعني البرهان ده اكد لنا بانه في مشكله كبيره جدا، مشكله بتاعت نفاق، فاتت الحاجه الطبيعيه. يعني انا لغايه حسي بستغرب زي ناس برهان ديل، النفاق ده شنو يعني؟ انت بتنافق لشنو؟ ولا دار تصل لوين يعني؟ انت ما عارف انك انت كنت ضد الثوره يا البرهان، شنو انت تتكلم عن الثوره ديسمبر المجيده؟ طبعا هو وجه لنا رساله والناس ما جايبه لها خبر، انا دار ارد له في الرساله دي، ودار الناس تشير بقدر الامكان تشير عشان يعرف البرهان بانك انت يعني رجل متنطع ارزغي جايبين لك فئه معينه عشان تستلم الدوله دي، زي عمر البشير. يعني الوضع الخطو الكيزان في عمر البشير نفس الوضع الجاب ابراهيم الشيخ معه حميتي معه الامارات عشان يجيبوا البرهان، نفس الوضع. والحاجه اللي بينفذ فيها البرهان من تطبيع ومن اجنده للمصريين بغض النظر عن الحرب الحسي مدوره دي، ونحن طبعا بنساند فيها الجيش السوداني لانه بنفتكر انه هو ماشي خطوه، نحن ما بنقف ضد الجيش السوداني، تبقى غبي لو بتفتكر انه نحن ممكن نقول لك لا الجيش السوداني ده كونه انه يستريد اراضيه غلط. لكن طالما مشى لمرحلة استرداد الأراضي، يبقى الأراضي كلها ما تفصل لنا، ما ترسل لنا حلايب وشلاتين وبورمادا، ما ترسل لنا بيي، ما ترسل لنا مناطق كبيرة كثيرة يعني. فأنت ما عشان تأكد لنا أنت ما عميل، رغم إيماننا القاطع بأنه البرهان عميل، ما في اثنين بيتغالطوا فيها. اتكلم عن ثورة ديسمبر المجيدة، اتكلم عن الاحترافية، قال ثورة احترافية قوية متحدة بعزم الرجال، بعزم الرجال. شوف عشان اوريك انه زول مرائي وزول كذاب البرهان ده. اولا عزم الرجال دي طوالي نحن وقت نجي نفصلها، الرجال منو بتتكلم عن؟ يا تو رجال، الرجال اللي انت رفدتهم، الرجال ناس محمد صديق اللي وقفوا مع الثورة وانت رفدتهم، الرجال منو؟ الرجال اللي رفضت انك تجيبهم كلهم ناس مولانا سيف الدوله حمدنا الله، مولانا عبد القادر، الرجال منو ما اصحاب العزم بتاع الثوره ديل؟ انتوا رفضتوهم كلهم، بعتوهم برا الثوره. فانت تيجي تقول لي يا اخي نحن بعزم الرجال، الرجال اولا انت بعتوهم لانه اصحاب الثوره الحقيقيين كلهم بيتفرجوا والعملاء قاعدين. قال والله فعلا يعني وقت تيجي البرهان ده تتذكر انه واجزم منك لم تلد النساء، بس هي معكوسه يعني البيت بتاع الشعر، واكذب منك لم تلد النساء. ده بالنسبه للمعتوه البرهان ده. القوات المسلحه تزعى لبناء منظومات دفاعيه. يا اخوي نحن دارين نبني تعليم، دارين نبني صحه، دارين نبني علاج للمواطن، دارين ناهل المواطن، دارين يكون المنظومه الدفاعيه بتاعته في عقله. نحن دارين كده، الدوله المدنيه جات لك ما جات عشان تجيب سلاح، ولا جات عشان تضيف سلاح. عندنا سلاح اللي عندنا عمل شنو؟ نحن دارين نستبدل السلاح ده بعلم، بادوات مدرسيه، بكتب، بكده. نحن دارين نحول المنظومه الدفاعيه دي كلها، نحن دارين نشغل علمنا في القوه العقليه بتاعتنا. لانه انا قبل كده ضربت لك مثل، قلت لك يا اخي الاتراك ديل وقت قدموا عشان محتاجين للطائرات الدورني دي، اللي هي نحن بتتركب عندنا في شكاكيات، يعني شكاكيات بتتركب عندنا الطياره الدورني دي. لكن طبعا الطياره بتتركب ساي هي بتاعت مراقبه، ما زي الدورن العمل البريكدار ده بتاعت تركيا، اللي هي طائره بتحمل صواريخ، طائره خطره جدا اسمها البريكدار اللي هو استعملها في حرب اليمن دي. ده عقليه بتاع زول بسيط جدا قرا في امريكا، واد قرا في امريكا، جاء رجع تركيا عمره 28 سنه، قدم مشروعه ده لوزاره الدفاع
تركيا. طوالي ما صدق اردوغان، قال له في مشروع زي ده، فقال لهم ده دايره انا ذاتي. ففعلا جربوا معاه وقعدوا يجربوا معاه لغايه ما طلعوا الطائره اللي اسمها البريكدار دي، خلوا لك الامريكان رفضوا يدونا الطيران، استغربوا فيها والاوروبيين بيستغربوا فيها. البريكدار دي اشتغلت في سوريا في دقائق معينه، يعني دمرت تدمير شديد جدا. ما كانت محتاجه دبابات زي ولا شرات زي حميتي ولا كده، ما محتاجه. يعني تخيل انه نفس الشخصيه اللي اسمه عمره 28 سنه ده من الناس اللي هو قوات حميتي كانت موجوده هناك، وده من الناس اللي دمر قوات حميتي في 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 تركيا، بغض النظر عن انه انا واقف مع حفتر ولا واقف مع السراج ولا واقف مع فلان. انا بتكلم عن 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 العقليه بتاعت التطور، انك انت طياره بس ولا قاعد زي البلاي ستيشن. هو ده ذات البريكدار ده الوده اسمه حاجه سلشخوخ البريكدار، اسم طبعا غريب. بريكدار ده طبعا في اسر تركيه في السودان برضه الاسم ده موجود عندهم، ناس البريكدار كانوا معنا في بيت المال وفي الدرمان، تحيه لهم. فده واحد من الاسره دي اللي هو في تركيا. تخيل انه الوده جاء انتج الطياره دي وبدا ينتج يعني سلسله بتاع الطيارات، وبدا يخلع الاوروبيين ويخلع الروسيين ويخلع الامريكان ذاتهم بعقل، ما بيتاكشر، ما بيجهل، ما بيتغيب، ما بي قوات دالسين عقل كده. هي ذات الطياره دي جات لقتهم بتردمهم طوالي، هم كل ما يشوفوها ناس الجنجويد ديل ولا الجن الرقبه الجواد السائل كلاشر بفروا من شخص واحد جا صممها وقاعد زي البلاي ستيشن بيستعمل فيها وبسوقها كده لما يجيبها بعيد كمان، يعني بتطير قريب ل 50 ساعه. حسي اخر صنفي ما عارف يطير كم، انا كنت اخر سلسله متابعه بتطير 50 ساعه. فجسر على البريكدار وشوف عشان تعرف كم طوالي اردوغان احتول الود اللي اسمه بريكدار ده وزوجه لبنته، زي القصص بتاعت الف ليله وليله. لا ده يستفيدوا منه، دي عقليه، ده ما زي حميتي. يعني حميتي ده يجيب لك تاتشر وده يسوق لك مرتزقه يحولون عشان يقتلون في 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 اليمن، ولا يسوق لك مرتزقه يقتلون في ليبيا، يديك البشر العبيد. لا هو ما بديك بريكدار ده، اداك ما تمشي انت، ما تتي انت، اقعد في غرفتك كده وحارب الدعم السريع. اقعد في غرفتك محل ما تقعد، ممكن يكون قاعد في تركيا وبحارب في الدعم السريع في المناطق بتاعته. ده العلم، ده التطور اتيك به قبل ان يرتد طرفك، قبل ما عينك دي تكفي ذو علم. نحن دايرين الدوله دي، يجيك واحد زي البرهان ده يقول لك يعني انا واقف مع الثوره ونافق للشعب، وداير يعني انا كلامه ده بتاع المنظومه الدفاعيه لو انت فصلته. ده الكلام ده قاله طبعا في التخريج، في تخريج القوات المسلحه، قال الدفعه 65 عشان الناس اللي ما متابعه. قال هو بيتحدث عن ثوره ديسمبر المجيده وبيتكلم عنها ان احنا قام عنانا، اكيد قبل ما يعنينا قام يتكلم عن المنظومات الدفاعيه انها هي يعني انها هي نحن محتاجين لها. الناس ما تلمس ما تتكلم معاه حمد، يا حمدوك اعمل حسابك تاني ما تفتح خشمك بالمنظومات الدفاعيه. ده كلام منه، ده الكلام بتاع البرهان. اوعى تتكلم عن المنظومات الدفاعيه، ما تتكلم عن شركاتنا، ما تتكلم عن زادنا، ما تتكلم دي هي ذات هتخلق لنا جيش قوي. نحن ما دارين جيش قوي مبني على مفهوم الفرد، ما يقلع حق المواطن البسيط. الجيش السوداني ده دي اول مره احنا نشاهد انه يحارب، اول مره يحارب برا، حارب بالوكاله. يعني اول حرب حقيقيه نحن شفناها في حياتنا حرب اليمن دي، بعدها طوالي جت حرب استرداد الاراضي بتاعتنا، حرب يعني من مفهوم عقلي هي حرب حق، لكن هي مبنيه على باطل لانها مبنيه على المصريين. يعني انت 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 في النهايه حتكون الناتج بتاع الحرب دي انك انت تتنازل عن حلايب وشلاتين وبرمادا. ما هم ساعدوك هنا، يعني ساعدوك وهم بولده، ما هو السيسي ده بيساعد فيك وضامن انه هو افضل له يكون قاعد زي الطرطور البرهان ده، لانه بيقدر يحركه زي ما هو داير. هو ما داير حميتي، وده صراع حامشي له لقدام. وقال هو طبعا قال هو بعيدا عن الاستقطاب السياسي، جيشنا بعيد عن الاستقطاب السياسي، جيشنا يعني ظل يزود. طبعا وقت يجي يقول الكلام ده انا بكون قاعد كده في البيت بقرب اكسر العده اللي قدامي، يعني انا ما عارف النفاق ده بيصلي وين. ده البرهان يقول لك ظلت تزود على الوطن. دي منو؟ دي القوات المسلحه بالغالي والرخيص. قال يجب مراعاه قدسيتها، لازم الشعب السوداني يراعي قدسيه الجيش السوداني ده. الجيش السوداني نحن ايوه عنده قدسيه، كما الجيش ده ما الجنرالات ديل
دل ما عندهم غوثيات، دل غوثيتهم مبنية على نهب وسرقة واغتصاب. قال ما خذلت شعبها، شوف الكلام اللي بيقوله ده. يعني أنا فعلا يعني هزوله مرات بيضطر إنه يمسك نفسه زي فاروق جبر، يعني محتاج يبلع له حبوب بتاع الدقيق. وقت يقول لك يا أخي ما خذلت شعبها، من ما خذلت شعبها؟ الجيش السوداني ما خذل شعبه؟ طيب اللي خذل شعبه منه؟ الناس اللي ماتوا ديل ماتوا في الهند؟ ولا يكون الناس اللي ماتوا ديل هم عملاء؟ يعني الحرب دي ضد العماله، يعني الناس الثوار اللي جو قدام القياده اللي بيطالبوا حريه وسلام وعداله ده العملاء، ولا انتوا عملاء يا تفيو؟ قال ما خذلت شعبها ولا تخلفت في موقف. قال ما في موقف تخلفت فيه، ده الجيش السوداني ما تخلف على المواطن. يا اخي احنا مشكلتنا اذيتنا الجيش السوداني. يعني اذا كان عبود فات جا نميري، واذا كان نميري فات جانا عمر البشير، واذا فات عمر البشير جانا ابن عوف، اذا فات ابن عوف جانا برهان. في اسوء من كده؟ في اسوء من انه الجيش السوداني يكون بس بالشكليه دي؟ كل واحد كنت داير احضره لكن ما فاضي له، لانه يا جماعه شير ثاني شير، عشان يا جماعه هو ما في زول ضد الجيش السوداني، ده جيشنا. لكن ده يقول ما ناس زي انت، زي انت عارف انه ده بيتك، لكن الناس اللي قاعدين فيه ما ناسك، يعني الناس الموجودين فيه ده ما ناسك. ده الناس مبنيين هو على اجنده خارجيه، مبنيين على عمال. انا بديك للكلام لسه، انا ماشي معاك للكلام لانه لسه يعني قال ما خذلت شعبها نصره أو ساحة مدافعة عن المكتسبات لحماية الوطن، وكلام كده يأكد لك إنه الزول ده هو ذاته بيقرأ فيه وبيضحك في نفسه. يعني أنا استحضرت طوالي من كلام ده عمر البشير والخطابات بتاعته الممجوجة. قال مما نغرق ونسمع، ده البرهان، مما نغرق ونسمع من تشكيك في قدراتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني الناس المشككين عن قدراتنا في وسائل التواصل الاجتماعي، نحن بنفتكر لا نجد انهم اصحاب الاغراض الذين يستهدفون الامن والامان ويستهدفون الثوره المجيده. ده من البرهان بيتكلم عن الثوره المجيده، انه الناس اللي بيتكلموا ده عن بيستهدفوا الثوره المجيده. تمثل القوات المسلحه رصيدها ودرعها الحامي. سبحان الله، يعني القوات المسلحه اللي ماتوا قدام الثوار وماتوا قدام الشهداء ديل واغتصبون، ديل ما هم ولا ناس ثانيين، دي الدرع الحامي بتاع الدوله، ده الدرع الحامي. عشان كده نحن نقول لك هيكله القوات المسلحه، لانه فيها ناس منافقين، هو ذاته منافق. انت قايل المشكله بتاعت السودانيين شنو؟ انه دائما ما بيعتذروا عن الاخطاء. يعني دايرين يركبوا طوالي، بس الواحد يجيك من هناك داير يركب يقعد، لكن الاخطاء دي ما بيعتذر بها. ما بقول لك يا اخي ان احنا اخطانا في فتره من الفترات، يعني نحن محتاجين نتوب نستغفر. الناس السودانيين دول عندنا عيب، دائما عندنا كبرياء في انه نحن ننزل نعتذر. لا، ده احنا دارين نركب بس، يعني تغير 180 درجه وتقعد في نص الناس. انت كنت بهناك انت بهنا، بدل تعتذر عن انك انت تسببت لناس معينين، قتلتهم ونسحلتهم والثوره دي وعتك وفتحت عيونك. ويعني انا بتمنى انه الشعب السوداني يغفر لي. ما انت زول كنت في القيادة بتاعتي، انت زول كنت في القيادة بتاعت الجيش السوداني، جنرال من الجنرالات الابادو، الابادات الجماعية اللي كانت في دارفور وفي النيل الازرق. العمل انه يعني جو ناس من الصين قتلوا الناس، ما الجيش السوداني ذاته، الجيش السوداني ده معاه الجن راكب الجواد الجنجويد الحسي، حسي حاليا راكبين في الثورة دي. وده دليل على انه الجيش السوداني ما محتاج انه يتعالج. عشان كده انا بقول لك هيكلة الجيش السوداني، ودي الحاجة اللي ما بيقدر يتكلم عنها. الشعب الذي لا يحترم، قال الشعب الذي لا يحترم جيشه عليه الاستعداد للعق أحذية الغزاة. شوف البرهان يقول لك نحن الجيش، الناس اللي ما بيحترموا الجيش عليهم انه دي طبعا مغولة هي، هو ما جابها يعني ما شاطر عشان هو يكتبها، طبعا كتبها له، لكن هو ما عارف انه الناس اللي بيلعقوا الأحذية دي منه. هو ده زاده، هو زاده من الناس اللي بيلعقوا الأحذية. البرهان ده يعني تحسي ما شغال لعقل الأحذية بتاعت الإماراتيين والمصريين، هو لعق الحذاء ده. انت قاعد تدنقر تعد وتبوس الحذاء، لا، الاجنده اللي انت شغال فيها بتدمر في الوطن وبتحرك لك في جيوش لصالح دوله ثانيه عشان تتنازل للدوله الثانيه عن حلايب وشلاتين وبرباده. قبلانين نحن بالحرب دون ممكن نكون زاده، لكن تكون عامه جنرال، ما تكون بالوكاله، ما تكون لشيء معين للمصريين.
لانه نحن دائما ما ممكن نكون شغالين اجنده طوال. يعني الجيش السوداني طالما فيه برهان وفيه النازل ما حيتقدم لقدام. نحن محتاجين علاج. الشعب يعني بيعاين لقيادات الجيش، بنعرف في الاحذيه، نحن زادنا بنعاين لهم، هم زادوا زي ياسر العطا بيطبل للدعم السريع، ده ما لاغي للاحذيه، زي كباشي اللي بيطبل لسه على الكيزان وقاعد مع الكيزان وبطبل له، ده ما لاغي بتاع احذيه، ما هم جايين تحت ناس معينين. ويجي في النهايه يقول لك نحن دارين نعمل سويا ضد الاستهداف الخارجي. الاستهداف الخارجي ده يا تودا بتاع مصر، مصر ما استهداف خارجي، مصر دي ما استهداف خارجي. المصريين دول نحضرك يا عفن، في ناس قليلين ادب طبعا، من احنا الواحد بيحذرهم بس. طيب مشينا قدام، مشى قدام، يعني نحن الجيش السوداني فعلا عنده علاج عشان نمشي لقدام. خلينا من كلام الناس المفروغ من الحقائق ده، هم دارين يتكلموا بس على اساس انه واحد يكتب لك عنوان كده تضل النطه البرنده، ويجي في النهايه يجي يقول ادبه على اساس انه ما في زلزال. طبعا عارفين انه دي الصفحات، اول ما الصفحات دي تهاجمنا يبقى انا ماشي صح كده، انا بستمتع ذاته بانه انا واصل اللايف بتاعي، بتاكد انه انا ماشي صح. وقت تيجي صفحات وخاصه صفحات ممجوجه كده تقوم تكتب، قال لي انت زول ناشط، تخليك زول عادي. طيب انتهينا من الجيش السوداني ودارين نتحرك للدعم السريع، حمايتي وما ادراك ما حمايتي. دام الجيش السوداني القيادات بتاعته دي حسيت عشان تعرف انه عندنا مشكله، يعني اذا الجيش السوداني فيه مشكله، الدعم السريع ده اس المشكله، وده نحن انا بتكلم عنه قبل 5 سنين 6 سنين، ما الليله ولا امبارح قلت لكم الدعم السريع ده حيكون هو المشكله الكبيره. حسي الليله الغريبه واحد كاتب انه في جرايد حميتي تعهد بان يقف في جانب الحق في قضيه بهاء الدين. يا جماعه قضيه بهاء الدين دي طبعا قضيه حق الناس تقيف فيها موقف غريب جدا. قضيه بهاء الدين دي، بهاء الدين الشهيد بهاء الدين ده ما جاء ساي، ما جاء عن فراغ، هو جاء 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 يعني يضيء لكم النور للحق. حسي الزول ده ما جاء ساي، شهيد حقيقي وشهيد جاي يضيء النور عشان يوريك الطريق الصح. نحن ما بنكورك من زمان في الدعم السريع، حل الدعم السريع، هيكلة الجيش وحل الدعم السريع. حسي وقت تجيك زي بهاء الدين ده، الزول اللي خطفوه من الكلاكلة وعذبوه في شنبات ولا عذبوه في المظلات بحري، دي ما بتوحي لك بانه في طغاة شغالين وفي امن. انا قلت لك المرة اللي فاتت انه حميتي ده بدا يكون جهاز امن جديد. المرة اللي فاتت انا وضحت لك انه حميتي شغال بانه بيجهز على اساس انه يكون الامن المرادف. خلاص هو ماشي لكده، المخابرات بتاعته وناس عبد الغفار الشريف كل الناس حددوا بانه ده حيكون الامن المرادف. وفي طبعا ناس كثيرين بدوا جزء يقيف مع حميتي لانه حاسس بانه حميتي ده يعني في عداء، لو جينا قعدنا في عداء، اي صح في عداء، وده احقاق للحق عشان ما تبقى زول كذاب ومنافق دائما. حميتي هاي في استهداف له حس حاليا، لكن استهداف حقيقي الكيزان حسي اللي ما دي مستهدفينه، جزء من الكيزان وناس المؤتمر الشعبي مستهدفين حميتي، ما لكن بيستهدفينه ليه؟ حميتي مستهدفينه ليه؟ هل هم مستهدفينه خطا ساي؟ لا انا عارف انه الغحاته دول زعلانين منه برضه، الغحاته دول طبعا لانه قام جاب لهم الحركات المسلحه، فبقت الغحاته بيقوا محتاجين انه يتخلصوا برضه من حميتي، فبيقوا يغاتلوا معانا. اكتشفوا يا دوبك، ما زمان احنا كنا بنضحك فيهم بانه حميتي ده ما امن، حميتي ده ما عنده امان، حميتي لو عنده امان كان يكون امانه مع كوشيب، حميتي لو كان عنده امان كان بيكون امانه مع ود عمه موسى هلال، حميتي لو عنده امان كان بيكون مع احمد هارون، حميتي لو عنده امان كان يكون مع مدير جهاز الامن السابق جوش، حميتي لو عنده امان كان بيكون مع عمر البشير ذاته. فحسي هو طبعا قام ضرب الغحاته ديل وخلوهم هم بسكروا زي بيت البكا، بيقوا هم يا دوبك يتذكروا ان حميتي ده ما عنده امان، لانه هو طبعا قام سحب دار يسحب غحتي ودى الاذن لناس مني اركم الناوي كلهم، قال لهم اردموا غحتي، ما في حاجه اسمها غحت، دار يشكل بهم غحت الجديده اللي هم منه اللي هم الحركات المسلحه، فيا دوبك ناس غحتي وقعت لهم، بالله وقعت لكم يا دوبك، يا دوب الغحاته دوبوا عرفتوا دوب عرفت انه حميتي ده اشكى منكم. هاي زول بدوي، هاي زول بدوي وزول قاتل وزول ساحب،
لكن اسكى منكم. قدر 200 ختال الدعم السريع، ختال الغحات اللي شوف الزول ده لو كم سنه بدردق، لما في النهايه جاب الحركات المسلحه قلع الملف بتاع السلام من المعتوه اللي اسمه عشان انا دائما بقول لكم حمدوك ذاته طالع في القضيه دي، قلع الملف من حمدوك بتاع السلام عشان يخلق باي طريقه سلام مع الناس اللي هو دايرون ده منو ده حميدتي، وجا من هناك جاول ودار يزيل حاجه اسمها قوى اعلان الحريه والتغيير، لانه خلاص هو بعد ده صنف ناسه ودوبك وقعت لناس قوى اعلان الحريه والتغيير. الزول اللي كانوا بيطبلوا له، الزول اللي كان بيطبلوا له يا دوبك وقعت له زمان. احنا ما قلنا لكم حميدتي ده بيبيعكم يا اخي، ده امي ده جاهل كان بيقولوا كده. نحن دايرين خايفين من هم طبعا، انا دار اديك تفكير الغحاطة ذاته بقول لك هم ما طبعا عندهم زرايع بيحطوها لك عشان انت تتلخن، ما بيفتكروك ذول فارس هاي. بيقول لك يا اخي احنا فضلنا حميدتي ليه؟ لانه الجيش السوداني مليان بالكيزان، كلامه صح، لكن في النهايه تبقى الحقيقه الجذور بتاعت القضيه انه انا افضل لي يكون عندي خصم عاقل مما يكون عندي خصم جاهل. مش سيدنا علي قال كده؟ عدو عاقل خير من صديق جاهل، عدو عاقل خير من صديق عديل جاهل، لانه جاهل ده بضرك. فانت للاسف الشديد ما رجعوا ولا اتعظوا، جابوا حميتي وخدته، جابوا حميتي وخدته وقالوا يضربوا به الجيش السوداني وبرهان، لان الجيش السوداني كيسان. وانغلب السحر على الساحر، وانغلب السحر على الساحر، ودي فعلا اللي انقلبت، انقلب عليهم حميتي. حميدتي اصبح ما مامون، حسي حينضرب، حيتم اخصاؤه من الساحه السياسيه بصوره او باخرى، لانه شعر بانه هو بدا يجيب له اصدقاء عشان يدوسوا منه، عشان يدوسوا هو اعلان الحريه والتغيير، ويستاهلوا انداسوا طبعا، لانه هم باعوا الوطن بدراهم معدودات، والله باعوا بدراهم معدودات، عشان كده نحن ما حنقف معهم كله الغحاطه دي. قال لي عندك 10 حركات ما وقعت، هم النازل ما خدتنا يعني العشرة دي ما مهتمين بها، هم دارين فئة يا أخي، هم ما قصة ما دارين كلها تجي، ما هو المشروع بتاع أنا كلمتك المرة الفاضلة، إذا أنت يعني بتقرأ السياسة صح، المشروع بتاع الحلو ولا المشروع بتاع عبد الواحد؟ ما بيقبل ما مشروعه الخاتم في راسه، ما بيقبل وجود حميدتي ولا البرهان. ما مشروع العلمانية دي شفت لك علمانية رئيسة عسكري؟ شفت لك علمانية رئيسة دكتاتور؟ ما هم مشروع يا علمانية ولا دولة مدنية، والاثنين لا يقبلن في قيادتهم عسكري، في الراس بتاعه ما بتقبل. فالمشروع بتاع الحلو ده يعني مستحيل انه ينفذوا له، لانه مشروع بيصغط زي حميدتي وبيصغط زي البرهان، الا هو يتنازل عن جزء من مشروعه، ودي تبقى المشكلة. يعني وأنا متأكد إنه الحلو ده ممكن يجيف تيتك في القضية دي، يعني عدم التنازل مشروعه، لأنه مشروعه بيرفض النازل. فأنت وقت تيجي تقول تعاين لمشروعه كده تلقاه بيرفض النازل، تأكد إنه هو الزول ده كويس، لأنه مشروعه ده نفس المشروع اللي نحن بنادي بإصغاط الفاشية في قيادة الدولة، بإصغاط العسكرية في قيادة الدولة. نحن دارين دولة مدنية تؤمن بأن المواطن والمدني قائد الدولة ده هو المرجعية، أو هو رئيس الجمهورية اللي بيصور يتم التصويت عليه، هو الليدر، هو البيغود. لكن حتى القيادة بتاعته مبنية على قاعدة شعبية، ما ساي قاعدة شعبية موجودة، إذا ما في قاعدة شعبية يبقى ما في دولة. ودي المهم، حسي هم ما دارين يضغطوا القاعدة الشعبية غحت، لأنها أصغطت نفسها بأنها تناست الجرائم، تناست القضايا التاريخية، تناست مطالب الثورة حرية وسلام وعدالة. لسه مطالب الثورة إذا كان في زي بهدي ده قضيتنا ما يجيبوا لنا الناس يحاسبون، القضية ما محاسبة. قبيل وقت رجعنا لموضوع بهدين، جماعة الكلام ده مهم جدا، القضية ما محاسبة بهدين، الناس اللي قتلوا بهدين ولا اختالوا بهدين، دي ما قضيتنا. القضية في إنه الدعم السريع ده الزول اللي منحوا السلطات منه، الزول اللي منح بهادين الدعم السريع، الاعتقال، التعذيب منه، دي القضية المفصلية. يعني أنا لو قاموا حسي حاسبوا لي الناس زين، حسي لو قاموا حاسبوا لك الناس اللي هم قتلوا الشهيد بهادين، أنت استفدت شنو؟ لكن احنا دايرين نعرف بهادين ده منو، لو بهادين ده أو الناس اللي قتلوا بهادين ده المنحون الإذن بتاع الاعتقال منه، المنحون الإذن بتاع التعذيب منه،
المنح ولا الاذن بتاع دي طبعا هي تاتا مرجعيتها كلها بترجع لجذورها لمدو، بترجع جذور النائب العام وجذور للغضاء ده. الغضاء ده الناس اللي عندهم معتقلات من وين يعني الدعم السريع دي ما دي ما المفصليه. انا ما قدرت بهدين ده وقت استشهد استشهد عشان الناس تعرف انه الدعم السريع ده يجب ان يزول من البلد، يجب ان يحل، يجب ان تغلق جميع معتقلاته، يجب ان يندمج داخل الجيش او يهيكل داخل الجيش او يحل داخل الجيش. الدعم السريع لو ما يتحل داخل الجيش على الوطن السلام دي قضيه مفروغ منها. كويس؟ طيب 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 يا جماعة شير شير عشان نقول نتكلم عن شنو الجيش السوداني يا جماعة. نحن برضو دارين نتكلم عن الجيش السوداني ده. نحن مشكلتنا عدم التربية الوطنية. زمان وقت جينا أول ما جينا ده كلام برضو مهم. أول ما جينا في خطأ في التربية بتاعتنا، هاي في خطأ لازم نحن نعترف فيها. أول ما جينا أوروبا هنا ولا دخلنا حتى في مصر وفي المناطق كثيرة جدا، أول ما دخلنا أوروبا إيطاليا وبتاع، طبعا نحن عندنا عادة سودانية. العادة السودانية دي إننا نحن دائما بنحترم الناس أكبر مننا، دول دائما هو تلقوا غور يعني بيجي محترم نفسه، بيجي مدنقر يعني حتى لو سألوك كده بأدب باحترام تقضي أمورك. اتعلمنا لأنه شفناه عند أهلنا، يعني أهلنا بيحترموا الناس الكبار ونحن بنحترم الناس الكبار، ودائما لو جاء واحد بيتكلم بالدنقر ما بتسمعوا، زول مسؤول كبير دائما بتحترمه تدنقر منه، يتكلم يتم كلامه بتكون بجنبه كده تسمع كلامه بأدب واحترام، انت زول محترم. وكنا بنفتكر انها ميزه كويسه، وقت جينا اندمجنا مع المجتمع ده اكتشفنا انه زول اللي بيدنقر ده عنده جريمه عامله. كانوا مستغربين ومستهبشين جدا فينا ان احنا بندنقر ليه، يعني انت ما يعني ليه انت خليك ليه انت مدنقر يعني ده غلط، يعني انت مدنقر في شنو يعني؟ أنا بتكلم معاك عن ليه في وشي؟ هي ذات الجناية زول البدنقر ده جرم يعني. زول أحسن منك في شنو يعني قدامك ده إله يعني ولا شنو عشان أنت تدنقر؟ لا أنت لا تعاين في وشي وهو يعاين في وشك ويستمد من أنك أنت صادق ولا كذاب ولا أنت زول كويس، لكن أنت مدنقر ليه؟ ودي كانت واحدة من الحاجات اللي ورتنا أنه في حاجات في التربية محتاجة علاج. جات علينا الإنغاز يعني، جات علينا الإنغاز دمرت النسيج الاجتماعي وهتكت هتكت الاخلاق بتاعت الشعب السوداني واصبحت اخلاق ممجوجه ما زي زمان. الشعب السوداني ما زي زمان، نحن نكون نعترف في الكلام ده. الالام والمواجع اللي مرت به والحكومات الفاسده دي فعلا غيرت النسيج الاجتماعي بتاعنا كثير، غيرت كثير من اخلاقنا، جابت الناس الحسي. انت لو قدرت تتاكد عن السياسيين ديل قدروا ما تقعد تفرز فيهم تلقاهم كل واحد اسوء من الثاني. الجيش بتاعنا اصبح منتهي ما متداعي، محتاج انه يصغر. هاي المواطن ارتفع الوعي بتاعه، ارتفع الوعي، لكن المتآمرين برضو ارتفع الوعي بتاعهم. انت قدر ما تحاول انك انت تحاول ترفع الوعي وتعرف الحقائق المخفية دي، هم برضو المتآمرين. اللي هو انا وقت اتكلم عن المآمرين بتكلم عن الجنرالات بتاع الجيش، بتكلم عن حميتي، بتكلم عن حمدوك ذات متآمر. يعني القضية دي ما هي هو حق يكون صادق فيها، يطلع يقول للشعب السوداني يا دول انا والله الشغلانه دي غلبتني تب اقسم بالله نحترمه، ويكون واضح بالنسبه للشعب السوداني بانه يعني الشغلانه دي فيها تآمر كبير جدا على الشعب السوداني، فيها عماله، فيها ارتزاق، فيها صراعات كثيره، فيها دول بتاعت محور ممكن يقتلونا يعني. فنحن يا اخي بنتنحى. كان الواحد بيحترمه بيقول والله حمدوك ده زول كويس، لكن حمدوك هو ذاته عنده ناس مشغلينه، عنده الرأسمالية الطفيلية، الحق هم برضو يتعالجوا. يعني أنا جيت تكلمت عن الجيش محتاج علاج، تكلمت عن الدعم السريع محتاج علاج، الشرطة أنتوا براكم بتتكلموا عنها، لو خليتكم كده سنتين بس بتعلقوا كده هتكتشفوا أن الشرطة بتاعتنا دي محتاجة صياغة جديدة ومحتاجة معالجة. لو جينا راجعين فتنا الشرطة جينا للرأسمالية الطفيلية، هم ناس أسامة داود وناس ودي مرغني وأنيس حجار والرأسمالية الغزرة اللي هي بتبني كل آماله وطموحاتها في تعب وإرهاق المواطن، في سلب حقوق المواطن. يبقى الرأسمالية الوطنية دي ما تحاسبت. لا يعني انت لو جيت تعاين بتستغرب انه الجيش السوداني يحمي الطغاة ويحلم افراده بالحكم كلهم، اي واحد يخش القيادة العامة يكون حلمان بانه 200 حيقلبها،
ولا يعني يلقى له فرصه، ولا واحد من اصدقائه، ولا واحد من دفعته، ولا واحد من الدفعه اللي قدامه يقلبها عشان هو يستمتع ويعيش الحياه الهدويه الوافره. ده الجيش السوداني، ده العساكر بتاعينه مما يخش الكليه الحربيه بيخشوا على اساس انه يلقى له فرصه يقلب الدوله. كويس؟ الدعم السريع، جهاز الامن. جهاز الامن ده غبلي عنصري بغيض مدافع عن الطغاة، حامي للفساد، سارغ لقوت الشعب السوداني وناهب للدولة وناهب لخيرات الدولة، كله آثام. ليه ما حلوا لغاية حسي؟ ليه ما حل حمدوك جهاز الأمن؟ ليه؟ هذا سؤال عشان أوريك إنها سقطت ولا ما سقطت. ليه ما حل جهاز الأمن ده؟ ما هو ده جهاز الأمن ذات الكتل على الفضل، وده جهاز الأمن اللي عنده المويغات والآثام دي كلها. ليه ما تحلها؟ ليه ما تحل جهاز الأمن ده؟ ليه ما تعاقبوا الناس الموجودين فيه؟ ليه أفراده ما تعاقبوا بجرائمهم؟ الأحزاب العقدية دي ذاتها عشان تعرف إنها كلها سيئة، البؤرة كلها سيئة، محتاج إنك أنت تطلع بخلاصة بزبدة. الزبدة دي في الثوار اللي هم ما عندهم قضية بالسياسة، وهم دي الأحزاب عقيدتها ومنهجة مبنية على أجندة يا دول خارجية ولا غبلية ولا طائفية، أو هي صنيعة جهاز أمن للأحزاب بتاعتها. دين الأحزاب بتاعتك ليه ما تحلت؟ ليه ما تحلت أحزاب السجم دي؟ ليه ما تحلت أحزاب الرماد دي؟ ليه ما تحلت طوالي مما أصغرت الدولة وتبدي؟ ليه؟ لا، لأنه هي ذات زيها زي المؤتمر الوطني، يعني فريق الزيون المؤتمر الوطني، ما هي ذات الساندة المؤتمر الوطني، وهي العارض المؤتمر الوطني، وهي الخلقة الحوار والقوار وكل الحاجات الموبغات دي. ليه ما تحلت طوالي؟ لأنها ما سقطت. الرأسمالية الطفيلية الغزلة دي ليه ما تحاكموا؟ ليه ما تحاكم ناس زي داوود؟ يا الكلام ده ما لبرهان ولحمدوك ولبرهان ولحميتي النائب العام ولنعمات، ده كلهم ليه ما تحاكموا الناس دي؟ ليه ما تحاكموا الرأسمالية الطفيلية اللي كانت بالساند وتوازر النظام الباطش السابق؟ إذا جهاز الأمن برضه هو صنيع، جهاز الأمن محتاج حل. الدولة دي للأسف الشديد ال 30 سنه بتاعت الانغاز دي دمرتها والله، يعني دمرتها عديل، دمرت النسيج الاجتماعي بتاعها، دمرت النخوه، دمرت الشجاعه، دمرت الاقدام، صنعت طغى. ولسه الشعب السوداني لسه عم يفتش في طغى، حسي الناس بتقول شكرا حمدوك مستغرب في انه شكرا، طبعا انتهت شكرا حمدوك، والناس يا دابك بدات تفهم بانه حمدوك حيودي البلد في 60 داهيه، زيه زي الناس الثانيه، ده ما عنده فريق، حتى الناس اللي جابهم عشان ينفذوا سياسه الدوله ما قدروا يسووا حاجه، ما هو حمدوك لو كان ناجح اللعيبه بتاعين هذول ما لعيبه ممكن يجيبوا جون، يعني ما في زول حيجيب لك جون، ما في زول حيطور لك، ما في زول بيطلع لك باص لقدام، كلهم باصاتهم لورا. كلها برجعوها لبرهان، برهان واقف ماسك حارس الشبكه لانه هو اللي ماسك اللعب ذاته. فانت ما عندك زول بينجز، انت اول ما جيت يا حمدوك عارف انه هاي زول بتاع منظمات، زول عنده المقدرات وعنده العلاقات صح، لكن مفاهيمه كلها مفاهيم بتاعت منظمات، ما حيقدر يقدم لك حاجه، مفاهيم بتاعت وساطه، هو داير يبقى وسيط دائما، داير وسيط في حتى المشاكل دي. يا دوبك قام رفع صوته مره واحده قال الشركات 82% من دخل الشعب السوداني بتاكل الشركات العسكريه، وطبعا قاموا ساروا عليه برهان، وهب عليه برهان، ومن الوقت ذاك صمت الذي كفر. والله من الوقت ذاك ثاني ما تكلم الا بالراحه كده، يا هو في مؤتمرات دائما يهبش في برهان، وبرهان يهبش في حمدوك، وده صراع في النهايه حيكون نهايته شنو؟ انه الانتقاليه دي حتتدمر. اذا رضا غالب ولا ما رضا؟ إذا رضيت أنت ولا ما رضيت الفترة الانتقالية دي بلاها حتظبط، لأنه ما خلقوا لها أرضية، ما خلقوا لها آلية، ما خلقوا لها اقتصاد تحس بأنه المواطن ده ممكن يكتفي يوم من الأيام، المواطن لا قادر يكتفي من الخبز، المواطن لا ما قادر يكتفي من الوقود، المواطن ما قادر يكتفي من الكهرباء، المواطن ما قادر يعيش، ما قادر يكتفي، صحة ما في، تعليم ما قادر. يمشي معك كيف يعني؟ يواصل معك كيف؟ ما انت حتقول لي يا اخي والله يا اخي ده الكيزان والتركه المصغله، يا زول التركه المصغله ما قدرت عليها نزلها لزول ثاني، شيل التركه دي زادها اديها لزول ثاني وتطلب الله عشان تيجي تلقى الزول اللي فعلا بيقدر يغيرك. قول لي
طيب السلام عليكم، مرحبا بالكنداكة أماني. معليش في تحت. يا جماعة القضية ما السودان، القضية الصراعات في صراعات، لكن الصراعات دي بتاعت محاور. يعني احنا ما ممكن احنا نقاتل لنا في قضية ما عندنا فيها نادي ولا جبل. نحن ما دي أراضينا، أنت مزدحفتك طوالي كمل زحفك ده ونحن بنساندك، ما في مشكلة. لكن كمان أكد لنا، يعني أنت زاحف بهنا طوالي، أبدأ أدي المزيد بأنك أنت نفسك، ما أنت ديك طوالي حركت الجيش ووديته هناك على الفشقة، كمان طوالي حرك نفس الجزء ده، ولو وديت لنا الدعم أكد لنا أنه فعلا بغاتل. يعني كده طلع يا برهان، ودي دي دي, دي الحقائق الناس اللي ما قدرت تتكلم عنها. ما أنت حسي لو دار تعرف أنه الدولة دي ممكن تمشي ولا حمد ده ممكن. سؤال واحد، سؤال واحد انا بقدر يحاسب حميتي؟ حاسي حميتي ما ضالع في القضايا دي، وبرهان ضالع في القضايا دي، وياسر العطا ضالع، وكباشي طلبوا منه المسؤول، المسؤول في السوق، المسؤول في المحكمه ما مشى. هل حمدوك بيقدر يعاقب الناس دي؟ ما سؤال. بيقدر يعاقب كباشي؟ بيقدر يعاقب حميتي؟ ليه 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 حمد ليه حمدك ما بيتكلم عن الدعم السريع؟ ليه حمدك ما بيتكلم عن الدعم السريع؟ صح، الدعم السريع خرج من رحم شنو؟ اذا جينا للدعم السريع حتلقى انه صح خرج من رحم الجيش ولا من رحم الامن. المهم هو خرج له من رحم غير شرعي، مولود غير شرعي للشعب السوداني بالدعم السريع ده. لكن ليه وهو طالما مولود غير شرعي ليه حمدوك ده ما بيتكلم عن الدعم السريع؟ عشان يا اخي كده وريني حمدوك ده زول كويس بيطلب انه فعلا يتحل الدعم السريع. حل الدعم السريع ما قضيه وطنيه؟ ما من حق انه حمدوك يتكلم عنها؟ ليه حمدوك ده ما بيتكلم عنها؟ دي ما دليل على انه هو بينادي بالروح العنصريه الغبليه، وهو بيفتكر ان الدعم السريع المخلوق الغير المصنوع الغير شرعي للجيش وللامن. هو بلامبل وحمدوك قبلان بالمخلوق غير شرعي، هو فعلا مخلوق، لانه فعلا فيه خلاقه لحمايته. يعني دي حاجه مهمه، دي حاجه مهمه جدا. بتكلم مع واحد من الاصدقاء هذا بيحكي لي ولد وعنده ولد وشاطر يعني، لكن ما بحب هو من الناس الاساليب الصغار ليه اخي الولد الليله صدمني، الولد الليله صدمني، يا ولد الولد ده صدمك بعجله صدمك، كيف صدمني؟ قال لي قلت له قوم اقرا دي المره 300 ده ادقه، قال لي ده ادقه عديل عشان يقرا. قال لي القرو سووا شنو؟ قلت له القرو بيجوا دكاتره ومهندسين. قال لي ده ابقى زي حميتي، ولو خلاص ما زي عبد الرحيم بيشاغل في ابو يعني لا اقرا ابقى زي حميتي. تخيل انه ده ما خلاص، دي ما مفهوم. انت قال المواطن السوداني بعد فتره ما حيبقى مفهوم كده يا زلمه؟ افضل لنا يا زلمه، انت سايق البلد ليه؟ لانها تبقى عماله وارتزاق، واللي عنده سلاح اكثر هو اللي بينتصر. ما انت قال الحرب الحسي مدوره، الهجوم اللي قبل شويه انا بقرا فيه قبل ما هجوم في المناطق بتاع معسكرات بتاعت كلمه ورصاص وموت، دي ما بدايه وبذره لدوله جديده، دوله بتاعت قتل وسحل، دي ما بدايه لليبيا. انت قال ليبيا دي بدت انفجرت كلها، ما هو بدت في مناطق طرفيه وبعد شويه ولعت. ما هو زي حميتي ده حيوليها، لانها حتبقى في النهايه غدوه. يعني حميتي غدوه وعبد الرحيم غدوه. يعني اذا كان حميتي نائب رئيس مجلس السياده وبعد شويه يجيبوا لك عبد الرحيم في شركاء، الشركاء اللي هو الشركاء ده حسي هو ماخذ مغام المجلس التشريعي. تخيل انه اذا نحن نبقى زيه، ودي دي عما دي طريقه جديده ومنهج جديد، والموت ذاته كده ما عنده قيمه. يعني والي غرب دارفور ده بيتكلم قال والله يا اخ ماتوا اربعه وماتوا خمسه، ودي طبعا عاديه نورمال عادي. يعني تخيل انه ماتوا خمسه سته، الوالي الحيوان ده بيقول لك يا اخي دي طبعا ودي عاديه. ما هو فعلا حقه يقول كده، لانه ياسين ابراهيم الوزير بتاع الدفاع الحسي جايبينه ده، تخيل انه بيتكلم عن تدبير احتكاكات، حصلت احتكاكات مع جهات امنيه وحدث حدث. ده بقى ياسين ابراهيم اللي هو وزير الدفاع للناس اللي ما عارفه.
ودي دي حاجه عليك كده. انا ما غيرت السيستم ولا طيب على ما يا مع صوت يعني ما عارفين ولا هي قصه كلام ده حسي لو جاء ممكن تجي اللايفات بتاعت السنه حاجيب لك حواليك بينه. انا تكلمت عن المعسكرات عن المعسكرات وعن المعتقلات وعن السجون بتاعت الدعم السريع في كل لايف، وهم عارفينه انه في فعلا في معسكرات وفي معتقلات وفي تعذيب وفي قتل وفي سحب. دين منو دين الدعم السريع، القتل السريع، السحل السريع. في هجوم يا جماعه، عشان كده انا بقول لكم شير. انا وحدث ما حدث ف ف ف ف الناس بعد ده تفهم الدعم السريع لازم يزول، بغض النظر عن انه ضد الكيزان. واحد يقول يا اخي ده لانه عنده الدعم السريع، عنده مشاكل مع الكيزان ومستهدف وكذا وكذا. لا، ما في حاجه. هو في النهايه الكلام اللي بيتقال فيه هل هو حقيقه ولا ما حقيقه، بغض النظر عن انا ما بيهمني انه مستهدف ولا جاب الخبر، جابوا لي كوز ولا جاني شيطان بالليل صحاني قال لي يا غالب الدعم السريع ده كده كده عنده مشكله مع الشيطان ده. ما بتهمني كثير هل كلام الشيطان ده ولا كلام الكيزان ده ولا كلام السوار ده صحيح بانه الدعم السريع قاتل. لو تاكد انه قاتل ما حد يكون موجود. ما في دوله بتمشي بميليشيات، ودي واحده من الموبغات والاسام بتاعت حمدو، يعني دي واحده منهم. يعني حسي بحاول لو لاحظت بحاول البرهاني انه يوضح بانه هو جيش ده جيش نغي وجيش نظيف وكذا، ونحن ما عارفين ان الجيش ده ما نغي زيه زي الدعم السريع زيه زي كذا. لكن يبغى الجيش السوداني، هو في النهايه جيش، يعني ما في زول بيستغنى عن الجيش السوداني، ما في سوداني بيستغنى عن جيشه. لكن نحن بنستغنى عن الجنرالات المهترئين، بنستغنى عن القتله ديل، بنستغنى عن الناس اللي بيسرقوا قوه الشعب. لكن ما بنستغنى عن الجيش السوداني، بنستغنى عن الميليشيات، بنستغنى عن الدعم السريع، لانه منظومه الدعم السريع منظومه مبنيه على شنو؟ على الفرد الواحد اللي هو حميتي وال حميتي. وحتى لو كانت تابعه للجيش، كلمه ميليشيات تشير لشو؟ تشير للتفلتات الامنيه، تشير للاغتصاب، تشير للقضايا الخطر على الشعب. اذا هي الدعم السريع وجوده والميليشيات بتاعت الدعم السريع لازم تزول، لانها هي ناغوص ناغوص للدوله بتاعت ميليشيات وقتل. ولانه التاريخ اكد ان الميليشيات في اي دوله موجود، ولا حرس الحدود ولا جهاز الامن ده. بنؤمن بانه ممكن يكون في جهاز امن، لكن مركز لمعلومات، مش الكلام مش كذب، يعني مش يكذبوا عليك يقول لك نحن حنعمل مركز بتاع معلومات. لا، كذابين. يعملوا الشعب السوداني، تعملوا الهبه الجايه دي، لان الشعب السوداني حيطلع. انا واحد قال لي يا تجيش، يا عم انا بتكلم عن كلمه جيش، عن قوات مسلحه لاي دوله، دي ده حق، بغض النظر عن الناس الان مختلفه عن الناس الموجودين فيها، لكن كهيكله تنظيميه في الدوله مهمه، عشان الناس ما تفتكر. انا بتكلم عن الجيش، ما بتكلم عن انا بتكلم عن الجيش، ما بتكلم عن برهان، ولا بتكلم عن حميتي، ولا بتكلم عن حميتي طبعا ما جيش، انا ما اعرفه، كباشي، ياسر العطا. انا بتكلم عن الجيش، وبتقول جيش يعني الناس الانقياء، الناس الطاهرين، الجيش المؤمن بحمايه الارض والعرض. اصلا ده الجيش، دي كلمه جيش، كلمه قوات مسلحه، قوات مسلحه لحمايه الارض والعرض والوطن، جغرافيا معينه بيقعدوا فيها، هي بتدافع عنها، بتدافع نيابه عن المواطنين ونيابه عن الوطن. دي القوات المسلحه، ما برهان. برهان ما قوات مسلحه. برهان زول محتال ساي زيه زي الناس الثانيين، جبل موالاه والدهنسه زيه زي كباشي. هي شغل بتاع 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 استقطاب غبلي، استقطاب محاوله بتاع الترميم، حبه كده من جبال النوبه وحبه من كده وحبه من كده، وحدث ما حدث، وفعلا حدث ما حدث. احنا دي قضيتنا انه نحن محتاجين جيش وطني واحد، ما في حاجه اسمها دعم، محتاجين امني ما عنده قضيه بالمواطن، عنده قضيه بالعماله الخارجيه. وطبعا جهاز الامن ده لو فعلا قاموا شكلوه حيقبض ناس البرهان ديل، وحيقبض ناس حميتي ديل، لانه ديل عملاء هم ذات. اول ما تقوم تعمل لك جهاز امني حقيقي
اقسم بالله العظيم ناس البرهان وناس حميدتي وكل الناس، وده كلام نحن طلبناه، الكلام ده نحن طلبناه يا اخي، عشان تعرف انه حمدوك ده رجل جاهل ساي، وما تقول لي القلم ما بزيد بلم يا اخي. الناس دي ادوا فرصه من ذهب، فرصه من ذهب، بتعرف الفرصه من ذهب، غير تأييد الشعب السوداني العريض، ما بتاع حسين خوجري، الشعب السوداني الحقيقي اللي كان بأيد حمدوك ده، ادوه فرصه بانه يخلق جهاز الامن الداخلي، ادوه كده فرصه. يعني انا يعني أنا انت لو محل حمدوك ده بتجري جري جري عدو عشان تخلق جهاز الامن الداخلي ده، عشان تقوم تطلع له 5000 من السوار والاماجد الميامين دي، عشان تدخلهم معسكر تجيب ناس من برا من المنظمات اللي انت شغال لها عامل دي، تبدا تدربهم ليه؟ تدرب لك منه؟ تدرب لك القوات بتاعت الامن الداخلي عشان هي تبقى حمايه للدوله، وتدربهم تدريب عالي، وتديهم اسلحه عاليه، اقسم بالله لا جيش، وهم ذاتهم اولاد المناطق من كل لجنه بتاعت مقاومه، ومن كل منطقه بيشيل منها بس 2 ولا 3 5 ولاد انت ده 5، ممكن تطلع اول دفعه 5000، 5000 دي تحمي نفسك اول حاجه، عشان ما في زول يطرشق لك بالونه وتعمل لنا ازعاج، يعني البالونه ترشقوها لك لا حسيت انت مخلوع، عشان كانوا هم يقول لك هم الزواد ذاته، زواد وهم الحمايه وهم الدرع، لانه كان ممكن يكونوا ناس كويسين، لكن للاسف الشديد بدل تخرج الامن الداخلي مش تخرجت الدفاع الشعبي ولا الدعم السريع ده او الجنجويد ده، نحن منتظرينه بهنا، تخيل القرار طلع وموجود في الوثيقه الموجوده دي في كل الوثائق اللي هي ما زي 3، في 3 موجود انه من حق وزير رئيس مجلس الوزراء تكوين الامن الداخلي، ودي كانت فرصه كده ذهب الدكتور لها في يدك، عشان تعرف انه حمدوك ده غبي والله غبي، ولا هو عميل يعني ما يعني اخلى من الاثنين، كان يا اما هو غبي ولا عميل، يا اخي من حقك انك تعب عندك اكثر من 200,000 شاب من الشباب اللي ماتوا، الناس اللي قدموا ارواحهم للثوره، وعندك اسر الشهداء، وعندك الناس اللي سايقين الثوره دي لغايه ما يوصلوها للدوله المدنيه، حريه وسلام وعداله، الموجودين طوالي كان تنزل الشارع يا اخي، اي زول لو جاتك الفرصه دي والله اقسم بالله يجري بها جري، يا اخي انا ما بصدق ذاتي زول يديني فرصه دي، ما في مشكله تخلوه في نفسي يعوس وعواستهم وتجري طوالي على الشباب دين من اي منطقه الدنيا 10 50 عشان تطلع لك 5000، اطلب من المنظمات بتاعتك تدعمك دي سفرهم برا 5000 6000 خلوهم يتدربوا في معسكرات مقفوله، جيبهم حديد ونار والله تجيبهم زي الحديد والنار اقسم بالله العظيم، تجيبهم يولعوا كده وهم مولعين اصلا، لانه هم عارفين الدوله المدنيه وهي هم مؤمنين بها، ما زي المتنطعين بتاع القحط، مؤمنين ايمان تام، لو اديتهم فرصه شاركوا العساكر، كان ركعوا العساكر، لو كان الناس المشهد فاوضت من الثوار وقسما بالله العظيم وكتابه الكريم كان ركعوا العساكر ذي تركع بس، لانه كان في 30 يونيو دي ركعت العساكر ذي وصلت مرحله لو ما تجمع المهنيين المغوص، تجمع المهنيين المغوص، لو كان ادوهم فرصه بعد ما اجتازوا الكوبري بتاع تعبانه للكوبري بتاع عبد الرحمن الخرطوم كانت البلد دي كلها ماشيه على القصر الجمهوري وكانت ركعت العساكر دي، لكن للاسف الشديد مدني عباس مدني وعمر الدقير الحسي بيبكي وبلولي ده بيبكي ولولي، لانه هو اصبح مستهدف منه، لانه دعم السريع غيره جاب المنظومه الثانيه جاب اللي هم الحركات المسلحه دي، انا وابن عمي على الغريب نفس الكلام عمل مع حمدوك، انا وابن عم على غيره يعني كان عمله حميدتي مع عمه مع حمدوك نفس الكلام اللي عمله مع العساكر، كلنا اولاد تمام ازاله خبريه، ده مفهوم البلد ده مفهوم، لا انا قاعد ادش الحقائق الناس عارفه طبيعتي، مفهوم بيننا انا وابن عم على غيره، عنصريه بهويه باقيه مع الجهل يهدم بيت العلم، الجهل يهدم بيت العلم يرفع بيت النعيم له، والجهل يهدم بيت العز والشرف، الجهل ده يهدم اي شيء يهدم اي شيء، وهم جروا طوالي قعد مع 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 حميدتي وحمدوك طوالي وحلفوا الكتاب بتاعهم الخاين الله يكونوا، وطوالي مشوا اداوا نفس الاوردر اداوا الورق واداوا
كل الاجراءات بتاعت السلام، الملف بتاع السلام، ما شوف الملف بتاع السلام ادى له 200 بعد ما حلفوا هناك في الكتاب بتاع الجوني الخاين الله يخونه، وسلموا الجمل بما حمل. طوالي قال لهم شي طوالي وقع السلام، واختار ناسك، اختار الناس الدايرين ان احنا ديل، الناس اللي بيقدروا يحققوا لك دولتك، دوله آل دقلو، دوله آل دقلو. وفعلا وحدث ما حدث، ماشي جابوا من اركم الناوي المتنطع ده، ولموا الدكتور جبريل ولموا فلان وفلان وسحبوه، ونسوا القيادات الحقيقيه اللي هم زي الحلو ولا عبد الواحد ولا القيادات الثانيه دي، كلها جدعوا في الركن للنقطة الحتوصل مرحلة الدولة للا دولة، دولة الانهيار، دولة العمالة، دولة الإزدار، دولة الموت. الصوت يا حبيبي. نحن ما عندنا مشكلة بتاع الصوت لها فترة طويلة. الصوت كده واضح؟ طيب يا جماعة أنا ما قلت لكم عندنا مشكلة بتاع الصوت، هذا البعاثمة طيب مرحبا بعاصمة يا جماعة كل الميول كل العالم حس عليها صح طبعا أصلا دارين بيقول تاني دارين يرجعوا للشعب السوداني ويفتكروا دارين ياخذوا الشرعيه الثاني من الشعب السوداني ويختاروا الناس المغيبين في ناس مغيبين لسه مؤمنه بغحت ومؤمنه بمشروع وفي ناس واحد منهم يقدر يتعاون في نفس المشاكل وفي حد دائما المؤتمر الوطني مزرعان وفي الجزء الثاني اصبح يؤمن بانه يا اخي محمد افضل من الناس كلها في جزء فيهم مؤمن بانه افضل من الناس كلها لكن نحن دائما مؤمنين بدوله التعادل الديمقراطي يعني انا بفتكر انه نحن نازل قدر ما نسكهم في مطالبنا بنعصرهم مطالبنا صوت اللي بيقطع يا ما شيخ مطالبنا هي طبعا معروفه اول حتى حاجه بالنسبه لي اول مطلب هو حل سريع اول مطلب هو حل سريع المطلب الثاني طوالي هيكلة الجيش السوداني وتكوين الجيش الوطني وحل جهاز الأمن وصياغة الشرطة ده كله كده كوم واحد زي بتاع عادي لما مشلوت كده لازم يتموه انه تحل جهاز الأمن وتحل جهاز الأمن انت ما بتحل وتفرتقوا انت بيسوي بجناز جديد بحاسب الناس اللي وقفت مع النظام السابق بيشوف المستندات بتاعتهم بيشوف جرائمهم بتشيل الحاجات دي وتبدا يعني تجيب ناس كويسين على اساس انه يفهموا يبدا ثاني التاهيل للناس بانه يا اخي الامن ده شغله شو ما دي نقطه مهمه جدا انت عارف شغله شو عارف لو تكتب دي شغل مستمع ولا شخص ثاني يكون الاموال بتاعتها يكون دائما القياده بتاعت الدوله ورئاسه الدوله عساكر لازم تكون عساكر بيوت ده كده مفهومه زي مفهوم الاحزاب دي انها هي بتفتكر انها هي من حقها انها تستلم البلد دي وتسيرها وكده وتلقى فرصه حزب البعثي لقى له فرصه لو كان نزل انتخابات ما كان لقى دايره ولا لا عنده سته سبعه وزراء وسبعه شنو وخمسه ولك ده مفهوم ما هي الشغلانه يعني محاوله بتاعت شنو اقتسام للكيكه الصوت هنا طيب صوت طيب يا جماعه نحن اجتهدنا في الصوت ده كثير لكن نحن سنستمر وسننتصر يا جماعه وما طار طير وارتفع الا كما طار وعى وكيف انام عن ساده قومي انا من فضل نعمتهم ربيت وان دارت بهم خيل العادي ونادوني اجبت متى دعيت بسيف حبوز المنايا ورمح صدره الحتف المميت خلقت من الحديد اشد باسا وقد بلي الحديد وما بليت سنستمر يا جماعه الثوره دي ثوره وعي الوقت ده بعد ما تاني ما دارين الناس اللي بتكوري وتصرخ ثوره مفاهيم ثوره انه الصح شنو والغلط شنو ثوره انك انت بفهم تفرز الزول الكويس والزول الكعب تفرز الطريق القوي والطريق اللي ستاخذه اللي بيقتل الشعب السوداني
ثانيا احنا ما نقدر نستعطف، ما هي القضيه بتاعت الاستعطاف، ما نتغشم بال 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 بالبيانات بتاعت الصراخ والكوره وعمليه الاستعطاف. العافي اول لازم نزيح في الفتره دي عارفه، ولازم نزيح الاشاعات العاطفه ان احنا كسودانيين دائما جارين لها، انه نحاول نكون ناس والله يعني في العاطفه يتذكر الجذور بتاعت الزوج او جذور الامر ذاته كيف. الزول اللي انت حاسس تتكلم عن العاطفه ارجع لتاريخه طوالي، بيوريك انه ما ممكن تكون العواطف دي متكرره طوالي، اخطائه متكرره وهو بيعتذر وتجي تقول له عارف كل مره يديك كف. وهم طالعين هم قاعدين في سينا بيونس معاه صاحبه قال لي انا حادي لك الزول اللي قدامي ده كف او دقه في صلعه دم كيف. قال لي لو اديت الزول ده التخين بيقتلك. قال لي انا حادي لك طقه في صلعه دم ما بقدر اتكلم. قال لي كده اقنعني، لو اديت لو 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 اديت طقه انا بديك 10 جنيه. تعرف الزول قال لي خلاص جيب العشرة، شال العشرة خدتها في جيبه وهو قدامه طبعا كده رقد كده وسجل زر في صلعته هنا. يا محمود الزول وقت اتلفت كده الله، قال لي والله قالك محمود. محمود صاحبي يا اخي بهزر معك يا اخي، انا متاسف يا اخي. لا قالك محمود يا اخي معلش يا اخي. الزول عاين لك كده قال لي يا ابو مشكله. وجا قعد الزول قال لي ما قلت لك حاول اسالني. وهم جايين طالعين من السينما لقى محمود طالع قدامه كده بيشتري لي في حاجه. قال لي تعرف انا ممكن ادي لك طقه ثانيه وما يزعل لي. قال لي لو اديته طقه ثانيه وما سالك والله انا اهمين بقعه دي. فجا من هناك طوالي رزعوا لك في صلعته قبل ما يتلفت. قال لي يا محمود انت هنا ونحن بندق في الناس جوا، انت هنا ونحن بندق في الناس جوا. طبعا اتلفت لقى الله يا اخي، يا اخي والله اعمل والله. قال لي انا دخلت في طوري يا اخي اخذ ربني يا اخي. الزول قال لي يا اخي معليش يا اخي امشي يا اخي اعمل حسابك يا اخي المره الجايه. فنحن يا اخي ما معقول، وفعلا جرايع طبق ال 20 ولا ال 30 بتاعت فيا اخي نحن ما معقول كل مره يدوك لدخه كده ويقول لك يا محمود يا اخي. يا اخي يا اخي نحن شعبي واعي، ما معقول نحن نتلتخ من الدعم السريع ومن الجيش السوداني ومن كل الناس ويجي يقول لك يا اخي والله انت هنا. ما في حاجه اسمها هنا يا زول، انت بتضرب ليه؟ يا زول انا ما بعرفك، اتاكد مني واضربني يا اخي، ما تضربني قبل ما كده. يا اخي الشعب السوداني ده اتهلى ضرب محمود تاخ محمود تاخ، وتجي تقول لي يا اخي والله والله حميتي ده يا اخي قلبه ابيض قلبه ابيض يا حيوان. والله الغحات هذول كويسين. وفي بالمناسبه المتنطع سنداله ذاك اللي ما ادري انا ما داري ارد على الحيوان اللي اسمه سنداله ده. ده واحد من الناس اللي هم خدام الشيطان ديل ده طبعا، بس هو بيتكيف كده مع الشرادات طبعا بيدعم فيها زي بغال، ما عنده فرق من بغال. فيوم ذاك شايفه بشري كده انا ما اهتميت به لانه هو ذاته ما يسوى. انا بضرب برهان اضرب اسمه انه هو سنداله، هو سنداله ما مضروب اصلا، هو سنداله جدد ما مضروب قاعد في الغايره يعني يضربوا له شنو. فانا بضرب برهان ما قاعد اضرب زي سنداله ده، بالعكس هو ده بديني قال بانه فعلا انا اضرب زي برهان ده لانه بيستخدم زي ناس سنداله ده عملاء ومرتزقه بالاجر. فده ما بشتغل بهم قدر ما يعاينوا كده ده مع اطفال صغار وناس 20 و30 و40 و50 والسهله، ناس السهله ده ما قاعدين نشتغل بهم يا صلاح سنداله. بلا واحد يعمل لي لو تاك ناس السهله ده ما قاعدين نشتغل بهم، احنا بنشتغل مع الناس الكبار الحراميه الغتله. اما الناس اللي بيستاجرون بدراهم معدودات ده بنعاين لهم كده وبيفوت لانه ما بيستاهل انه نحن نتكلم زي ناس صلاح سنداله. انا كونه قلت اسمك ذاته والله العظيم شاعر بمراره كده، ما لانها هي ذاته اسم كده بتاع واحد عميل مرتزق خادم للعساكر ديل كان بيخدم عمر البشير ويقولك عمر البشير لما عمر البشير سال قال لي يا عمر البشير ما احرجتني 7 مليون دولار خدتها ببيتك بكره برضه حاجك وحميتي احرجك. وانا اقول لك حاجه، هو فشفاشك ده ذاته يمكن انت في غالب بعته فشفاشك ده ما بسالك وكل مره فشفاشي يمكن بعته ما قاعدين نبيعه كلام دائما في الظاهر على كده جابتنا فشفاشي يا تو فشفاشك بعته ولا تحياتي لكم يا اخي. احنا مستمرين عشان شير اللايف، ونحن بنحاول الثاني نشوف المعالجه بتاعت الصوت دي. تحية لكم تحية خاصة، ونحن مستمرين والله مستمرين، ولجان شغالة وشباب زي الرصاص شغالين وبغير والله لأنها ثورة وعي. ربنا يحفظكم ويرعاكم ولي قدامكم.